مرحبا بكم خياتي في قناتي بابيو دوغي. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة. ان شاء الله المواضيع السابقة يكونوا عجبوكم، واللي مازال ما اشتركوش في القناة يشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد، واللي راهم مشتركين وراهم يدعموا فيا وراهم يتفرجوا في الفيديوهات توعي يعطيكم الصحة. وان شاء الله القناة تاعنا تزيد تكبر والعائلة تكبر بإذن الله. اليوم جبت لكم تقسيم راتب زوج ملايين. كما نشوفوا راتب زوج ملايين يعني راتب قليل شوية بابو، يعني احنا الرواتب المتوسطة هي ثلاثة ثلاثة ونص ربعة، زوج ملايين قليل شوية. سي بورسا درت هذا التقسيم، ان شاء الله هنا الاعجاب تاعكم يكون واضح للجميع. التقسيم الاول وهو يعني نقدروا نديروهم في اظرفه 400,000 دينار جزائري خاص بالمواد الغذائيه، وبالاحسن نشروهم من الاماكن اللي السعر تاعها رخيص شويه، يعني نخيروا لي بلاس باسكو كاين بلايس يبيعوا شويه غالي وكاين لي بلاس يبيعوا رخيص. حنا دائما نخيروا وين كاين مواد غذائيه موانشير. و 200,000 خصصناها للخضر، ومن الأحسن نقضوا 50,000 كل سمانة هكا باش نحافظوا على الميزانية تاعنا وتوصل لنا لآخر شهر بإذن الله. 150,000 دينار جزائري فواكه و 200,000 دينار جزائري لحوم. بالنسبة للحوم نقدروا نشرو باغزومبل 100 ميل دجاج و 100 ميل لحم، وهذيك الدجاجة نقسموها الى قطع. كما نعرفوا بلي بالنسبه للافخاذ ديرنا 8 قطع، وبالنسبه للصدر نقدروا ثاني ديك نقسموه على 8 قطع. وسيو نستعملوا القطع، يعني ماشي باغ اكزومبل قطعه من صدر الدجاج نديروها في الكغاتا ولا نطيبوها في الشوربه ولا نفتتوها باش تجينا زاكيه وتكون شغل تمدنا واحد الكمية لا بأس بها، ماشي كيما تكون قطعة. ومية ألف دينار جزائري حليب، ومية ألف ثانيتيك خبز، ومية ألف مواد تنظيف. وأنا كنت وريت لكم في الفيديو السابق مواد التنظيف أنا كيفاش نشريهم. 100,000 نقدروا نجيبوا بها 25,000 جافيل، 25,000 إيزيس عمو لو 50 ميل، ونقدروا نجيبو ثانيتيك كاين الأومو اللي تباع فيه بخسك قريب كيلو لاصوم تاعو تاني تكون مليحة. ونقدروا نشرو صابون طرف اسمو هذاك اللي يسوى 10 ميل ونرابيوه الريحة تاعو مليحة، ونقدروا نديرو به ثاني صابون سائل. بهذا التقسيم خياتي تكفينا في مواد التنظيف. وهذا 150,000 الفواتير كامل اللي عندنا، 150 كل شهر تولينا 450 في ظرف 3 أشهر نقدروا نخلصوا الفواتير تاعنا. وبالنسبة للناس اللي عندهم راتب قليل لازم 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 يقتصدوا في الكهرباء والماء باش ما تجيهمش الفاتورة كبيرة. لي شومبر اللي ما نستعملوهمش نطفو لهم الضوء. بالنسبة للتلفاز ما نخلوه شاعل وحده، وبالنسبة للماء اذا كانوا عندنا لي فويت لازم نعدلوهم باش ما تجيناش لاصوم تاعهم كبيرة. 100,000 دينار جزائري عفوا فليكسي زائد انترنت، و 200,000 مخصصة لمصروف الزوج وهي مثلا النقل الحلاقة ومصروفات أخرى كل زوج والمصروف تاعه الخاص. 300,000 دينار جزائري مصاريف أخرى مثلا تكون وليمة، مثلا طبيب، مثلا تحاليل طبية، ضيوف، هذو نحطوهم في ظرف وحدهم. إن شاء الله الميزانية تاع اليوم تكون نالت الإعجاب تاعكم. تهلاو في روحتكم خياتي، وبإذن الله تنجحوا تقسيم الراتب تاعكم.